دردشة المساء اليوم تكون دردشة جميلة، دردشة بالألوان، دردشة إن شاء الله مع غزلان العبرطة ككوتش في التنمية الذاتية، في التأهيل الذاتي، في تعزيز الثقة في النفس. كل شيء هذا الشيء مهم جدا عندنا في حياتنا باش نزيدوا لقدام وباش نكونوا عندنا واحد التوازن جسدي ونفسي وعقلي كذلك. معي الآن غزلان الكوتش ديالنا مباشرة. السلام عليكم غزلان. السلام عليكم سي حسين، مساء الخير. مساء النور غزلان، شكرا لك على تلبية الدعوة. سي حسين ومساء الخير للمشاهدين. العفو، مرحبا. سيدة غزلان، بداية أنت ككوتش ومدربة في التنمية الذاتية، وأن يكون عندنا واحد التوازن جسدي نفسي عقلي إلى آخره، في أننا نعيش هذه الحياة هذه، واش الألوان عندها ذاك الوقع القوي جدا في حياتنا اليومية؟ أكيد أكيد عندها وقع جد قوي، وعندها من زمان، يعني كيف نقولوا من عصور كانوا الناس يداووا بالألوان، وإحنا كنعرفوا الأهل ديالنا أو الجدود ديالنا نفس الشيء. مثلا ملي كنشوفوا مثلا مرض الحصبة، أو مثلا شي واحد عنده ذاك اللي كي كنقولوا فقاء، يعني كي كاين شي أو كانوا كيعالجوا بالألوان. ولكن هي ما كنقولوش بأنها علاج كامل، يعني نحيدوا العلاج مثلا ونعوضوه، أكيد لا، ولكن هو كيحفز مثلا واحد الغدد اللي كنقولوا عليهم الغدد السمراء في الجسد، اللي هي الغده الصنوبريه، الغده الدرقيه، الغده الزعتريه، الغده ديال البنكرياس والكدريه وهكذا. هاد الالوان في الكون كنقولوا حنا كاين الاشياء الماديه اللي كتكون هي عباره عن ذرات، والالوان هي عباره، هي اللامرئي مثلا هي عباره عن ذبذبات فريكونس، عندها موجة طوليه دايره بحالها بحال الصوت. فالتاثير ديال علينا هو نفس التاثير الالوان علينا. وهاد ملي كنشوفوا حنا الالوان مثلا بالعين ديالنا، فكتعطينا تحفيز للغده الصنوبريه والغده النخاميه، ولذلك عندها تاثير نفسي بشكل كبير كبير. لذلك سبحانه وتعالى ما حطش لينا الاغذيه متنوعه في الالوان، طبيعه كذلك، والا عندها تاثير كبير وكبير. صحيح. سيدة غزلان، ملي تنتكلموا دابا الان، ملي عرفنا ان الالوان مهمه جدا وتدخل في نمط الحياه ديال الانسان، احنا المغاربه ثقافه الالوان عندنا ضعيفه جدا. اذا قلت لك استاذه غزلان، ثقافه اللون رغم ان عندنا في ديننا ومن خلال قراننا، ولكن ثقافه اللون راه ما عندناش في الاسر المغربيه، اغلب الاسر المغربيه قلنا هو هي ثقافه غائبه على المجتمع ديالنا. ملي ما كنلقاوش مثلا التنوع في الغذاء، مثلا اللون الاحمر كي قلت بانه مفيد للناس اللي عندهم الانيمي، اي عندهم فقر في الدم. الناس اللي عندهم مثلا اكتئاب هو مفيد جدا، لانه كيعطيهم واحد القوه وكيخليهم كيتحركوا. الناس يعني كنقولوا هو اللون ديال الثبات، اللون ديال البقاء هو اللون الاحمر. هو مزيان مثلا لعضلات القلب بالنسبه لك، كيطول لنا الدوره الدمويه بشكل كبير. فهذا الاحمر كنعطيه بشكل كبير للناس اللي عندهم الاكتئاب، فكنحيدوا ليه الوان مثلا معينه باش نعملوا ليه التوازن النفسي، فكنزيدوا الوان اللي هي كتكون فاقعه بحال الاحمر، بحال البرتقالي والاصفر. حنا كنشوفوا كنطلعوا للولايات المتحده كنلقاو السجناء ديالهم كيلبسوا مثلا اللون البرتقالي. هذا اللون هو محفز للشهيه، كنعطيو الناس المرضى مثلا ياكلوا في اطباق هذا اللون، او ياكلوا حتى المواد اللي فيها البيراكوتين باردون، او البيتا كاروتين اللي هو مثلا في الجزر او في الفرع او في المواد اللي كتكون في هذا اللون اورانج اي برتقالي. هذا اللون كنعطيوها لهم بشكل كبير لانها محفزه، وحتى انها بالنسبه لاصحاب السرطان هي جد جد مفيده، او كي كنقولوا كتعاون بواحد النسبه ديال 50% بالنسبه لي. انا بنفس الشيء كندس نفس المرض، والحمد لله تعاملت الحمد لله حتى في الغذاء الحمد لله، وحتى في الالوان. يعني ملي كنحس براسي مثلا متعبه او عندي مشاكل على الجهاز الهضمي كنزيد اللون الاصفر. الناس اللي عندهم مشاكل ديال التوتر والستريس كنزيدهم اللون الاصفر. الناس اللي عندهم المشكل ديال التركيز كذلك، لاحظوا بان كنقولوا مثلا الاطفال الصغار انهم يكتبوا في ورق اللون ديالو الاصفر، لانه كيساعد على التركيز بشكل كبير. فالالوان كي كنقولوا ملي كنطلعوا مثلا للون الاخضر هو لون ديال الحياه، فشنو كيعمل لنا الاخضر؟
الناس اللي عندهم مثلا سرطانات ديال الرئه او سرطان ديال القلب كنعطيهم بامتياز اللون الاخضر بشكل كبير، لانه هو بالدرجه الاولى منقي للسموم او مطهر. داكشي علاش كنشوفوا العصائر كيعملوا كيقولوا لك ديتوكس، فهو اللون الاخضر، فهما يعني شي حاجه اللي رائعه، يعني حتى يخرجوا مثلا المناطق الخضراء كتساعدهم بشكل كبير انهم يشوفوا، لان العقل الباطني كيظن بان ملي كنلبسوا مثلا الاخضر او كناكلوه باننا كندخل ليه واحد المستوى مثلا ديال الاكسجين اكثر، فهو كيساعد ديك الساعه الرئتين والقلب على الشغل بشكل كبير. وهكذا كنطلعوا ثاني اللون الازرق اللي هو ديال المنطقه الدرقيه، فيها ديال الغده الدرقيه اللي كيحفزها وكيعطينا مثلا الناس اللي عندهم مشاكل في التعبير، فكنساعدوهم بهذا اللون الازرق بشكل كبير، يعني يلبسوا او يشوفوه كمنظر، وهو شي حاجه مثلا الناس اللي ما عندهمش الافق، داكشي علاش كنلقاو سبحان الله في البحر مثلا كافق السماء، فهو لون جد جد محفز، حتى انه كنشوفوا مثلا المواقع التواصل بحال فيسبوك كيعملوا لانه شنو كيساعد التواصل اللون الازرق. وكنصحوا به الناس اللي مثلا عندهم دي زونتروتيان مثلا بانهم يلبسوا هذه الالوان لانها كتساعدهم بشكل كبير انهم يتكلموا بطلاقه. وهكذا كنمشيو مثلا للون البنفسجي، هذا اللون جد رائع للحكمه، وكندخلوه الناس اللي عندهم مثلا مشاكل ديال الزهايمر وديال الخرف وديال هذا عدم كي كنقولوا الروحانيه شي شويه قليله، وهذا كان في العصور الوسطى كان لون ملكي بامتياز ممنوع تلبس لاي شخص، فهو كان نادر جدا، هو كيقولوا عليه لون الحكمه، ولكن هو الافراط فيه بالنسبه مثلا الناس اللي عندهم الحزن كان منعوهم منع بتاتا طبعا، يعني كتولي عندهم دوك احلام اليقظه، ناس ما تيكونوش في الارض يعني بحال كي روحانيين بشكل كبير، فكان عاودوا نعوضوا ليهم باللون الاحمر والبني اللي هو لون التربه لون البقاء. الالوان عندها دلالات معينه، وهي من الاحسن الانسان يدخلها في النظام الغذائي ديالو، يدخلها في اللباس ديالو، يخرج للطبيعه كذلك، يتعامل بها بشكل جدي. صباح ملي يشوف الانسان راسو عيان ويحل البلاطاغ ديالو ماشي يلبس اي حاجه، هذيك النهار الا كان باغي النشاط والحيويه يلبس الالوان الفاقعه اللي هي البرتقالي الاصفر الاحمر، اللون هادو كيخليو انه يكون نشيط. الا شاف راسو مثلا الانسان عنده النفسيه شي شويه ماشي هي هذيك، كنعطيو انه يلبس الاخضر الازرق باش يحس بالراحه النفسيه. وهكذا اللون الاسود مثلا غير محبب انه يتلبس بزاف، ولو كنشوف الدلاله ديالو مثلا بالليل ولا في البحر مثلا بالليل، فهو لون ديال السكون والهدوء، هذا ما كيتحبش انه يتلبس دائما. مرات كنلبسوه نعم، ولكن ماشي على طول الوقت، لانه دائما كيجيب لنا شي شويه كي كنقولوا العيا، صافي الانسان تيولي سيرتو مالي الاكتئاب، ما كنصفهمش بهذا اللون. وانا علاش دابا انا استاذه غزال خصي صافي، رانا يوميا في كل مباشر تلبس الكحل. لا خاصنا نوازنوا اكيد. مثلا الناس كيوصلوا واحد السن معينه كنلقاهم كيميلوا يلبسوا الاسود والابيض، هنا شنو كيقولوا بالنفسيه ديالهم؟ باننا وصلنا للتوازن، مرحله التوازن. منين كنديروا واحد اللون وكندخلوا عليه اللون الاخر مثلا الابيض، كنقولوا وصلنا لواحد المرحله ديال التوازن. من اللون الاسود كي عنده الدلالات شي شويه غامضه، يعني حنا راه في الغموض بغينا نخبيو شي حاجه، فهي بحال كنظلموا عليها، لذلك كنحاولوا اننا نيفيكيو شي شويه هذه الالوان. وكيف كنقولوا بالنسبه للالوان حاليا دابا هي اخر حاجه كيهضروا عليها في التنميه الذاتيه، مع انها شي حاجه اللي كانت قديمه عند الناس كانوا كيتعبدوا بها، ومم المغاربه عندهم بزاف ديال الامور او الموروثات اللي كانوا كيعملوا هاد الاطفال. لاحظوا بان الاطفال الخدج منين كيخرجوا من هذا كيحطوهم تحت الضوء الابيض، هذا كيساعدهم ان على المشكله ديال الكبد او الماده الصفراء، فهنا كنلاحظوا بان الضوء يعني شي حاجه اللي مهمه، او الالوان اللي عندها شي حاجه مهمه في حياتنا. نعم جميل، عرفتي سبحان الله، رائع جدا، وشكرا لك أستاذة غزلان، والله العظيم إلى معلومات قيمة جدا. واخا دابا مزيان دابا فهمنا من عندك أستاذة غزلان، والمشاهدين الكرام فهموا ما هو دور اللون، وأساسي أن اللون يكون في حياتنا ونختاروه بعناية. كاين واحد القضية مهمة جدا، هو هذلك احنا راه ما تنحترموش هاد قضية اللون، ماشي في لبسنا، ما تنحترموش في لبسنا، ما تنحترموش في ديورنا، ما تنحترموش في العمل، ما تنحترموش في المدرسة كذلك. إذا الأمر خطير جدا، هذا الشيء كل شيء تأثر على النفسية. نمشيو للبيت اللي مهم جدا، تنجيو تلقاو حقيقة تدخل شي ديور، مجرد ما تدخل تطريح واحد خمسة دقائق تتحس بالكآبة،
هنا الكري هنا ما عرف شنو كاين، ودوك الستائر حتى هي بالكري والكحل عرفتي. والله العظيم الا تدخل شي ديور بحال هكا تتحس بالكآبه، الثقافه اننا نصبغوا الديور ديالنا بالوان طبيه الى اخره ما كايناش. باش نصحي الناس استاذه غزال. نعم، هذيك تتسمى طاقة المكان، وهذه فلسفة صينية، وأنا ما كنعتبرش فلسفة صينية كيف ما كيقولوا الناس، لأننا في التقاليد ديالنا أو الموروث المغربي إلى دخلنا مثلا للرياضات اللي كانوا قدام كنشوفوا كيدخلوا لنا المواد اللي كنقولوا عليهم حنا العناصر الخمسة اللي هي النار والخشب واللون الأخضر اللي هو اللون العش. كنشوفوا شنو كنشوفوا في الرياضات، كنلقاو الناس دايرين الماء اللي هو عنصر الماء، هذاك تيكون في الخصة اللي كيحطوها، كيديروا عنصر ديال التراب وكيديروا لي بلونط. لاحظوا حتى العنصر ديال الحيوطه كيكون باللون الاحمر، اللي كانوا مثلا ملي كتمشي مثلا لمراكش كتلقى اللون الاحمر، هذا اللون ديال الثبات الجذور ملي كنشوفوا هذا اللون في المنازل. انا كيف قلت لك كنسمع هذه الفلسفه الصينيه، مي انا كنشوفها عندنا في المغرب هنا اكيد، ما علاش غادي نقولوا حنا فلسفه صينيه؟ صح. كنشوفوا الناس كيدخلوا المعدن بليتو، كانوا كيدخلوا المعدن في الاواني ديالهم، دابا ما بقاوش الناس ولاو كيدخلوا غير الزجاج او هذاك المعدن مفيد جدا اكيد، حتى هو يكون مثلا بالنسبه لي انا المعدن كنلقاوه مثلا هو لون ديال الثبات. ملي كنلقاو مثلا في النحاس هو اللون ديال الوفره، كيعطينا واحد الوفره للبيت سبحان الله. فمنين كيدخل الانسان بحال هذا الشكل ديال هذه المنازل كيحس بالراحه. لاحظوا ان الناس الوقيته اللي كانوا كيديروا طاقه المكان في الرياضات ديالهم، كنتي كتدخل ميم دابا كتدخل كتلقى الراحه سبحان الله العظيم في هذيك الرياضات. صح. حتى كيفاش كتدخل الشمس كانوا كيديروها بواحد الشكل طريقه رائعه، كان كل هذو السراجم ديالهم مفتوحين على السمش من الداخل، وزائد انهم كيشوفوا على كي كنقولوا لاكور ديالهم او كيشوفوا في الطبيعه لي بلونط. مع ان علاش؟ لان كانوا الناس ما كيخرجوش بزاف بحال دابا، على عندهم مثلا عندهم اماكن عامه فين كيخرجوا فيها، فلذلك كانوا كيحرصوا على طاقه المكان. نعم. لذلك كانوا المغاربه القدام كيتعاملوا بهذا الطاقه المكان بشكل كبير، وكانوا السيدات مرتاحين نفسيا. دابا لا، هاد لي زابارتمون اللي ولا وهذا الضيق وهذا ما كنلقاوش، كنلقاو الانسان كيميل انه يصبغ الحيوطه ديالو بالوان شي شويه بعض المرات ما زويناش، كيحط اي حاجه. مثلا انا مثلا كنصح بعدم النوم على غطاء احمر، لانه هذا ما كيخليش الانسان مثلا ماطلة او سيفا مانطا او شي حاجه في الاحمر، لانها كتمنع الانسان ينام بشكل صحي. لذلك اللي دخلنا للوطيلات كنلقاهم طاقه المكان كيديروا لنا الابيض. الابيض صح. صح كيديروا لنا الابيض في طاقه المكان، فهو كيساعد على النوم المريح. داكشي شحال واحد كيدخل للوطيلات كيرتاح نفسيا، وهما كيتبعوا بشكل كبير طاقه المكان اللي كنهضروا عليها الان. نعم صحيح. استاذه غزلان، من بين الغرف المهمه في البيت غرفه الاطفال. شحال من بيت تندخلوا لي عند الاسر المغربيه تلقوا غرفه الاطفال عاديه وكانها زنزانه ديال الحبس، مصبغه بالكري عاديه جدا، فيها شي بلاكار ديال العود هو ما عرفش كيدير. تتعاملوا مع الطفل لا في تاتيت بهذيك الغرفه عنده وكانه عنده 36 عام، وامر خطير. يكون عنده حتى 80 سنه واخا يكون 36. صح. الاطفال الحاليه اللي موجودين دابا عندهم فرط الحركه، فكنرجعوا عاوتاني اللون الاحمر او اللون الالوان الفقيعه ممنوعه على اصحاب فرط الحركه، فكنميلوا للالوان الهادئه اللي مثلا هي الازرق. هذا الازرق السماوي اكتشفوا انهم حين ملي كيصبغوا مثلا طلاء الجدران ديال المدارس بهذا اللون كيكون العنف اقل، مثلا ماشي بحال ملي كنديروا الوان صارخه سيرتو بالنسبه للناس اللي عندهم. سبحان الله وسبحان الله، قطعتك استاذه غيزان، سبحان الله ملي تكلمت على الازرق بانه لون هادي، سبحان الله شفشاون ما كاينش اللي تيمشي لشفشاون في المغرب تيقول لك يا اخي هادي هذيك المدينه، هو راه اللون اللي خلاه يشعر بهذا الشعور. اللون صحيح انت فهمتي. واللون الاحمر لاحظ بان ملي كنمشيو للمدينه الحمراء هي لون ديال الصخب، والناس كيبقاو تليد، هي كتعطينا هذا الطاقه ديال الحركه، وكيقولوا على لون البهجه ايضا، داكشي علاش تسمات المدينه الحمراء البهجاوي او كنقولوا لهم الناس البهجه، لذلك هي اللون ديال الحركه، وبالتالي اللون الازرق هو لون الهدوء. فلذلك اللون الازرق واللون الاخضر هما بشكل هما اللي كنقولوا لهم بغينا نعالجوا الامراض النفسيه كنمشيو للون الاخضر للطبيعه، بغينا نعالجوا الامراض البدنيه كنمشيو للون الازرق. سبحان الله، الله داير لنا هادشي بشكل فطري. من الناس كي كنقول لك ولاو كيبتعدوا على هذه الدلالات، وهذا الشيء خاصنا ندخلوه في الاكل ديالنا وننتبهوا ليه جدا. شنو كناكلوا دابا؟ الناس ولاو كيمشيو يديروا دوك لي فاست فود،
فكتحط ليه واحد التريك هكا مارون ولا جو سي با الالوان ما كاينينش وكياكل الوليد ولا البنيه وكينوض. ما بقاش داك الثقافه ديال انهم ياكلوا الالوان فوق الطبله ولا هذوك لي سالاد ولا داكشي اللي كان بكري. مي فريمون الناس بكري ولا ميم والدينا كانوا كيعتمدوا هذا الشيء فطريا بلا ما يدخلوا في. نعم وشو سبحان الله استاذه غيزان انت تتكلمي وانا استحضر ايات قرانيه اللي تتكلم على هذا الشيء اللي تتقول يا استاذه. وحنا تنمشيو نقلبوا على الصين وما عرفت علاش نقلبوا وكاين في القران ربي يهضر على اللون الاصفر كيف انه بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين وربطها بالسرور اللون الاصفر. تكلم على البساتين وملي تكلم على البساتين تكلم عليها بانها واحد الحاجه اللي تتفرح وتدخل الفرح وتتخلي الانسان متزن الى اخره. الله سبحانه وتعالى ملي تكلم على المروج الخضراء الى اخره تكلم على الماء كذلك. سبحان الله راه ما عرفش علاش حنا وثقافتنا في الالوان ضعيفه جدا رغم انها هي في الاصل منذ 1400 سنه. صحيح انا قلت لك بان الطاقه المكان كانوا المغاربه كيستحضروها بشكل كبير الا شفتي في الرياضات ديالنا. ودابا بدات كتنضاطر علاش لا ولات الحداثه ولا الناس كيقلبوا مثلا كنقولوا الخشب هو الطاقه ديالو جد رائعه. دابا ولاو يميلوا مثلا داك الخشب ديال واحد معين مثلا بلا ما نذكروا الاسم ديالو اللي ما فيش طاقه لان الخشب كيابسوربي او كيجبد لينا طاقه الكهرباء. ودابا ولينا كلشي عندنا في الدار بالكهرباء فما كاينش داك الكهرباء كيبقى يدور بينا بالناس الانسان كيحسوا بواحد ستريس غير في ديورو. صح الام كتحس بواحد ستريس الاب كذلك لان هذيك الكهرباء كيبقى يدور. وحنا بما اننا مخلوقات كهرومغناطيسيه فكنجذبوا اي حاجه فيها الكهرباء وبالتالي كتاثر علينا بشكل كبير. لذلك حاولوا انهم يدخلوا المعدن يدخلوا الطاقه ديال الخشب ماشي المسبوق خشب ناتشورال اللي كانوا الناس دابا كانوا كيديروهم في كنقولوا في لي صالون ديالهم. ميم الخشب اللي كنا كنديرو عند النجار طبيعي هذاك اللي طبيعي ماشي اللي كنقولوا اللي ولا هذا الجديد دابا هو ماشي هو هذاك اللي كنهضر عليه. الطاقه ديال لي بلونط النباتات حتى هي ما بقاش بشكل كبير ولاو الناس كيدخلوا نباتات بلاستيكيه للمنازل ديالهم. الناس قلت لك وليتي كتدخل بعض المرات شي بيت كتلقى مثلا داك الطلاء ديال الجدران بواحد اللون صارخ مثلا الاحمر هذا اكيد غادي يدير واحد النرفزه واحد العصبيه لان الاحمر هو مع انه مثلا كنقولوا مثلا مالي الاكتئاب او كيعطي النشاط والحركه ولكن الانسان اللي تيكون فيه الغضب والعصبيه فهو كيزيد من هذاك الشكل ديال الغضب والعصبيه ديالو او فرط الحركه. لذلك ما كنصحوش به وكنصحوا به كذلك بين قوسين مثلا الناس اللي عندهم برود جنسي يدخلوا شي اشياء في الغرفه ديال النوم ديالهم كنصحوا به الناس بهذا الجانب. مي شي حاجه اللي صغيره بحال هكا شموع او كيقول لها ستائر غير كيوازن الامر وكيزولوا هذا معك. نعم جميل. استاذه غزلان من بين ملي تكلمتي على المغرب والثقافه المغربيه الشعبيه القديمه اللي كلها كانت بطريقه غير يعني هي لا 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 غير مدركه للامر. جدودنا ما كانوش قارين هذا الشيء وفاهمينه ولكن هكذا هما كانوا يتعاملوا معاه بالفطره اظن. فمن بين الاشياء اللي بغيت نسولك عليها ومهمه جدا وكنت قريت عليها في بعض الكتب وبغيت نتاكد منها هو الجلوس في الارض. الجلوس في الارض واش صحيح انك دير غير حصيره ديال العود ماشي الحصيره ديال البلاستيك ديال الدوم غير الحصيره واخا غادي طيبك وهذا ولكن واش صحيح ان الجلوس على الارض من خلال الحصيره ديال العود ديال الدوم ولا هذا راها مريحه وتتفرغ لك الطاقه السلبيه صحيح هذا الامر هذا 100% ماشي صحيح هذه فوق صحيح ليه علاش لان هذه كنسميوها حنا في العلم ديال التنميه التأريض. شنو هو التأريض؟ هو الانسان انه جوج مرات او ثلاثه مرات في الاسبوع يمشي في الحفا ولكن ماشي كنقولوا على الزليج يمشي في الارض او في الغازو او على الرمله. علاش؟ باننا كيقولنا نهار كامل حنا هازين مثلا الاشياء اللي فيها الكهرباء وكنتعاملوا بالكهرباء بشكل كبير في حياتنا تليفون بيسي او الكهرباء في البيت فدائما حنا كناخذوا شحونات كبيره حتى في الشعر ديالنا شحونات ديال الكهرباء اللي كتاثر علينا وكتعمل لنا امراض من بعد اللي هي التوتر اللي هي ميم امراض سرطانيه. التأريض هو رائع جدا. الانسان هذاك تما كاين فين كينزل داك الطاقه داكشي علاش الله سبحانه وتعالى ملي كيقول السجود والسجود ملي كنعملوا على الصلايات العاديين راه ما كان نحيدوش داك المواد اللي كنقولوا الكهرومغناطيسيه فمن الاحسن تكون على داك الحصور القدام اللي كانوا كيف كنت كتقول دابا ودابا ولاو حصور بحالهم اللي بحال ديال اليوغا اللي هما من الشجر ديال البامبو اللي هو متاحين وزوينين. الناس يعني حد ما حنا ملي كنشوفوا الثقافه الغربيه راهو لهاد المواد بشكل كبير صحيح. حنا
في الحداثه وكنمشيو لي تخيك اللي ولاو دابا كياديو اكثر ما كينفعو. صحيح. اذا الناس عافاكم رجعوا للاصل ديالكم اللي بغيتي تكسب صحتك. جميل. استاذه غزلان، ملي قلتي نمشيو بالحفا ونمشيو في الرمله ولا في التراب ولا ما نمشيوش في الزليج بطبيعه الحال، اذا يا رمله يا تراب مكون طبيعي اللي يمتص لك الطاقه السلبيه من الذات ديالك. هنا استحضرت حديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو حديث صحيح، والرسول صلى الله عليه وسلم من سننه انه كان يمشي حافيا مره مره. اكيد. دابا الناس ولاو كيقولوا لهم ما تمشيوش في الحفا، كيلبسوهم هذوك لي بابوش ديال البلاستيك او شي حاجه ما عرفت مناش مصنوعه، مع ان الحفا شي حاجه اللي رائعه. وما فهمتش انا الناس لانهم دائما عندهم ذاك المعتقد غادي يطلع معايا البرد، غادي يضربني البرد، ما عرفتش انا منين جابوا هاد المعتقدات، مع ان كنقول لك التأريض كيخلي دابا الاطفال ديالنا هازين كلهم هاد لي تابلت وهازين لي بورتابل، ومع ذلك كتلقى عندهم توتر، ما كياكلوش تغذيه صحيه، دائما متوترين، فاللي كنخرجوهم ونحيدوا لهم لي صندال ونخليهم يتمشوا في الارض، لانهم راه كيتحيد منهم هذوك الشحنات السالبه وكيرجعوا نورمال. انا كنحاول ان الانسان وسيرتو المغاربه يرجعوا لهذ القضيه بشكل كبير، سيرتو دابا في الصيف يخرجوا لي غازو ويخرجوا للبحر، يحيدوا لنا هذه الشحنات السلبيه اللي ولات فارتو. صحيح صحيح. جميل. الحديث معك شيق أستاذة غزلان والله العظيم، وشوقتيني أنني نصادفك إن شاء الله مستقبلا مرة أخرى وندق ونفصلوا في الأمور أكثر وأكثر. أستاذة غزلان شكرا لك على تلبية الدعوة وعلى كل هذه النصائح القيمة. شكرا استضافة ديالك سي فتاي، وشكرا للمشاهدين الكرام، وإن شاء الله نجيو معاها نزيدوهم شي شويه معلومات في هذه الامور باش يرجعوا للطاقه ديالهم ان شاء الله. مرحبا على راسي من فوق استاذه غزلان، شكرا جزيلا، شكرا.